فيها شيء من الافتقار ومن الضعف والتضرر الى الله سبحانه وتعالى. يقلب اللباس كذلك كما نص على ذلك بعض الفقهاء، يعني اللي قدام بورق او بالقلبه، يعني نوع من اظهار التضرر لله سبحانه وتعالى. هل هذا شرط في الصلاه؟ لا، ما شرط في الصلاه، وانما من الاداب فيها. يعني ما حكم لمس الكلب للملابس؟ مجرد اللمس بدون لعاب ما بيأثر بشيء ان شاء الله تعالى. اما لعاب الكلب فهو نجس، ونومه على السرير كذلك لا ينبغي انه الكلب ينام. الكلب غير ما فيه من النجاسه، وفيه من انه مستقذر، وانه بطرد الملائكه. فيه كذلك اخواننا الكلب فيه كثير من الامراض، نسال الله السلامه والعافيه. هل يجب غسل الملابس وغسل ما على السرير؟ اذا كان مجرد ملامسه زي ما قلنا ما بيوجب الغسل، لكن لعابه يغسل منه. واذا ولغ في انائه احدكم يغسله 7 غسلات، احداهن بالتراب او اولاهن بالتراب او اخراهن بالتراب، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. قال هل هذا مبطل للصلاه؟ لا، اذا مجرد لمس ما مبطل للصلاه، والله اعلم.